بقول لك على قناة التاسعة في سهرة الجمعة. مرحبا بكم مرة أخرى، ونستقبل ضيفتي. نحب تصفيقة كبيرة برشا برشا برشا، تتعرفوا عليش فاطمة في عندي ما نقول لك. أهلا بيك فاطمة، مرحبا بيك. أهلا بيك. فاطمة مرحبا بيك. يعيشك. أهلا وسهلا بيك. يعيشك بارك الله فيك. كنت قدم لي روحك في كلمتين. فاطمة بالخاوي، أصيلة مدينة زغوان، مقيمة في تونس العاصمة. مرحبا بيك بزغوان وبتونس العاصمة. ومرحبا بيك. يلا خلينا نتعرفوا. تقرير صغير. فاطمة على الجيت اللي عندي ما نقولك. 12 صغير من ثلاثة أمهات مختلفين، تربيوا تحت سقف واحد وفي حضن واحد، أحضن نانا زهرة مرت البو اللي كبرت ورعات عائلة كبيرة العدد. نانا زهرة كانت تعيش مع راجل توفي وزوجاته الاثنين وخليوا له 10 صغار. قبلت تتزوج به رغم فارق السن الكبير اللي ما بيناتهم واللي تجاوز 35 سنة. عاشت نانا زهرة لأولادها وولاد رجلها في زغوان كأي امرأة مجدية، كبرت وقرات وخرجت أجيال وأجيال، كانت الأم والأخت في نفس الوقت، ما فرقتش بين أولادها وولاد رجلها، الكل كيف كيف تحت جناحها وبين يديها، لوين تهنيت عليهم، عرست لهم وشافت أولادهم يجريوا بين ساقيها ويملوا عليهم الدار بعد وفاة المرحوم. والليلة جت بنتها فاطمة اللي عندي ما نقولك باش تحكي لنا على امرأة استثنائية، على حرة الحراير، على أم، على أخت وصديقة، على نانا زهرة، المرأة اللي تدخل كل قلب وتستحق التكريم والاحترام. يلا فاطمة، أول تعليق منك أنت تحبه. يلا. أنا حبيت نجي لبرنامجك سي عبد الرزاق لا فقط معناها باش نكرم نانا، أما باش نعطي صورة واضحة للناس اللي يهينوا مرت البو وللرباب اللي ما يحترموش مرت بوها. فهمت علاش الأم جابتنا؟ الله يرحمها أمي، الله يرحمها وأمهات المؤمنين الكل. صحيح. أما نانا قامت بواجبها وزيادة، عرستنا ليا ولأخواتي. أنا أمي وقت اللي توفيت خلتني بنت 10 سنين. بنت 10 سنين توفيت أم؟ بنت 10 سنين خلتني أمي. وبوك تزوج خذا زهر. مش أنا وحدي سي عبد الرزاق. لا، أمي خلتنا ستة. ستة؟ أي خويا الصغير 3 سنين. أيوة. توا خويا هذا جد. 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 ونانا عرستنا وعرست لأولادنا ولبناتنا، ما شاء الله ربي يشدلها في صحة بدنها. ونحب على الملأ نشكرها أنا. تحية ليها، تحية كبيرة برشا. نحب نشكرها. لا فقط احنا من فضله تعالى احنا قايمين بواجبنا نحوها، كل بنات كل أولاد، رجال تو احنا ونساء، مش أولاد وبنات، رجال ونساء، لكن قدام الجمهور تبارك الله أولادي وبناتي هذوما وأحفادي، فما الأحفادي فهمت، وقدام المتفرجين اللي باش يشاهدوا حصتك سي عبد الرزاق. واضح. يلا فاطمة خلينا نرجعوا فلاش باك، نرجعوا لتالي شوية دك. وقت توفيت أمك وبوك باش يتزوج المرأة هذية واللي هي باش تكون مرت البو، شو كان شعور العائلة؟ شو التفاصيل؟ شو اللي صار بالضبط؟ أنت وقتها قد إيه عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين. لكن لا لا، مش باش نحاول، من فضل الله تعالى الذاكرة ما شاء الله خير بيان الحمد لله. أنا فقط نتفكر وقت اللي سمعت بابا اللي باش ما يعرفوش أنت أو حتى الجمهور، نانا مش معناها هي نانا من الأول عايشة في دارنا. موجودة في داركم على خاطر بابا. شفت شنو؟ باش نقول لك، بابا تزوج امرأة قبل أمي وتوفيت وخلات 4 مرت بوك. لولا لولا أمي الوسطانية. أمك الوسطانية مش يتزوج بالحياة بابا، بالحياة لا، بالموت تزوجت. تزوج ولانية توفيت، أمي شادلية رحمة الله عليها الله يرحمها. وبعدين تزوج أمي قبل ما يتزوج امك. الاربع اولاد ابناء شدليه معاكم في الدار؟ في الدار بيان سور. في الدار، في الدار بابا تبارك الله الكبيره لمت العائله الكل. تري بيان. وبعد تزوج امي، تزوج امي جابت 6،
أمي عاشت 11 سنة مع بابا. 11 سنة جبت فيهم 6 أولاد. 11 سنة جبت فيهم 6 أولاد. توفيت ولوا 10. ما شاء الله. ما شاء الله. ولوا 10. ما شاء الله. يربي فيهم وهو أبوهم وهو ما سلم في حتى حد منهم. وأمي لكن ما قعدش برشا بابا. فيش عنده عائلة. لشكون هذوك باش فيسا فيسا تزوج أمي. تزوج أمي فيسا فيسا. واضح. واضح باش يربي الأربعة. باش نقول لك خويا اللي أكبر مني. أون 51. 52 توفيت مرت بابا لولانية توفيت 53 بابا عرس على أمي 54 جيت أنا جيت أنت واضح واضح شفت كيفاش واضح إيش كان يخدم بوك كمان بابا بكري من العرش كان تعرف سي محمود في عهد فرنسا بابا تبارك الله مش صحيح الله يرحمه كان صبايحي على حصان يقول اي لا نعرفها المهنه هذه وعندي تصوير كما نقولوا نحن حافظ شرطه صحيح او حاجه صحيح يعني المنطقه ذيك هو اللي يسير فيها قانونا بعد ما استقلت تونس ولا في المعتمديه في الاداره في المعتمديه واضح هو نقول واحد سبيس سبيس هو ايه. والسبيسيه اللي معاه الكل الصغاونيه 54 هذا واضح 64 قلت لك توفيت امي 65 خذا نانا زهره خذا نانا زهره نانا زهره على خاطر مرت بابا الاولانيه جابت طفله بركه وثلاثه اولاد طلبت من بابا بيسكو هو سبيس ومعناها زغوين والدوير نتاع زغوين قالت له جيب بنيه تونس اختي الكبيره خاطر بنت واحده باش تونسها مش فهمت مين عاش لا واحده من العائله واحده من العائله باش تونس شكون تونس اختي الكبيره اختك الكبيره خاطر هي بنيه بركه جاب لها نانا زهره اسمها عكري ومرت بابا الاولانيه هي اللي سميتها زهره خاطر هي من دوير زغوين واضح جاب لها البنية هذه شو اللي هي نانا زهرة هي اللي لاهية بأختك الكبيرة جيت بنت 4 سنين لدارنا نانا زهرة أختي الكبيرة أكبر من نانا زهرة حكاية يا رأس أما محلاها العائلة التونسية هكذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالحق محلاها محلاها بوك عنده فضل كبير أنه جمع الناس كل وي وي باهي كمل لك ان 65 عرس والله توحشت نانا زهرة وهبطنا وليت نحب نشوفها قبل ما نكمل وفي العام هذاك نقلنا من زغوين لتونس لتونس 65 ونانا زهرة معك بيان سور عاد وهم العيلة ذيك عاد هم العيلة ما عادش وانا اللي سميتها نانا هذا كيفاش انا سؤالي كيفاش بوك جابها باش تتلاها بنته الكبير عرس بها لا اسعى وجه فهمت شنو وقت توفيت امي سي عبد الرزاق كيما كيما تعرف العائلات في كل بلاصة تونسية وغير تونسية كل واحد عنده عائلته لاهي بها خالاتي وعماتي تبارك الله احنا عرش كبير عرش بالخاوي تنحكي لك من بعد على أصل بالخاوي اي تحكي لي على أصل بالخاوي منين جاء أصل بالخاوي كل واحد لاهي في روحه تعاركت لرياح جت في رسل المراكب وخي قعدنا احنا لا ميمة لا من يقوم بينا تصور بابا قعد بينا بابا ولا ياخذ معناها معناها كيف الكونجي شو صغير هكا باش يقعد معنا في الدار وقت احنا في زغوان لكن وقت اللي قرر باش ياخذ نانا وشكون اللي قال شكون اللي دبر عليه؟ إمام جامع اه هو خارج من الجامع بعد الصلاة والإمام ولد بلاد وسألوا معناها استشار استشار لا بابا لا لا أما سألوا الإمام قالوا سي علي شبيك مهموم كدر قالوا راني حيرت العائلة كبيرة وما عنديش شكون يلمها قالوا واش عندك بنية أنت مربيها في دارك قالوا وي قالوا وين وقت هذيك أنا أختي عرس وهبطتها معها لتونس قالوا صحيح اش كانت تعيط لك وقت اللي معاكم اش تعيط لك اش نادي لك أي قالوا تنادي لي سيدي قالوا يجوز لك باش تتجوزها يجوز لو كان جات تعيط لك بابا لا فلا معناتها كان جات تعيط له بابا لا ما ياخذهاش لا يجوز الشرع باش يتزوجها اصطلاحا بركه لا يجوز يعني هذايا انا اللي نعرفه فلا حسب الامام اللي قالوا البابا به
اما كنت عيط له سيدي تنجم أي. هي ما سيدي هي قريبة البابا معناتها لا لا سيدي تنجم لأي واحد تقول له سيدي. سيدي إلا بابا تقول لها البوك إلا بابا صحيح أما سيدي حتى أخوك الكبير تعيط له سيدي ما لا أكبر منه برش هو أكبر منها برش هذا يفوت باش تتفاجأ أنت والجمهور تشنو باش نتفاجأ بابا يزيد على نانا 40 سنة يب لا 40 وراس خويا العزيز 40 سنة تبارك الله 40 سنة اه توا زعما فما بنيه لا يا نانا يا نانا توا ما عادش يا ماما يا ماما يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا والله. لكن رغم ذلك وقت اللي كلمها يعني هو وقتها عمره قديش؟ بابا وقتها عمره 60 61 60 61 هي عمرها 20 19 20 نهار اللي وقت اللي كتبت الصداق عمرها 20 نانا يعني يعني 40 سنه بوك يفوق مرت بوك نانا فوق نانا كما تقول انت 40 سنه ونجموا يتفاهموا ونجموا يتعايشوا 40 سنه زوز اجير راهو خطب بابا حبش يتزوج معنا قبل لكن حتى وحده ما قبلت بابا الله يرحمه شديد عاشر وقت الاستعمار مع الفرنسيين اما مزواج شديد مزواج مش بالحياه مش بالحياه نعرف مكرهن أخاك لبطل سفري لولا توفيت مجبور. والثانية توفيت مجبور ممكن كان قعدت له زوجته حيرة بياسر أمي ماتت 28 سنة عمرها أمي من 1936 28 سنة ماتت سعبد الرزاق الله يرحمها الله يرحمها وينعمها الله ويجعل عليها يا ربي قصر باهي نرجع لنا زهرة شنو اللي خليك أنت المرأة هذية حبيتها وكانت باهيه معاكم شو الفازات اللي تتذكرها وانت صغيره صح حنين علينا صغيره ملي معانا في الدار ملي امي حيه ومعانا في الدار ومازلت نانا ما تحجبتش بالسفساري احنا في زغوان نلبسوا الفوطه والبلوزه كي نانا تخرج تقضي تاخذ فوطه من عند ماماتي وام امي تتغطى بها وانا نشد ذيلها باش نخرج معاها ايوه فهمت ما بيناتناش برشا انا وياها كيما قلت لك ما بيناتكمش انت وياها ما بيناتناش برشا شنو هي 44 وانا 54 10 سنين 6 7 سنين 10 سنين سي عبد الرزاق ما تجيش امي وديما نقول لها يا نانا راك ما تجيش امي تقول لي بحق ربيتي فيك بنتي نسكت ما عادش ومع اخواتك الاخرين كيفاش كانت العلاقه كل وقت اللي بابا قال باش يتزوج نانا وقتها مازالت مش نعرفش نتزوج زهره انا اللي طلقت عليها نانا اه سميتها انت نانا انا طلقت عليها نانا بتبيع ولات مرت بابا كيفاش باش نعيطوا لها كيكه باسمها عيب احنا عندنا سيدي وللا وتطا وناناتي كيفاش مرت بابا نعيطوا لها باسمها وليت تعيط نانا نعيطوا الكل اما كي جات هي باش تعوض امك كيفاش كان مشاعر الاولاد وانتوما والبنات وانت بالذات الاخرين صغار اخواتي صغار انت قبلت انه مرت بوجه لا قبلت فما وحده بركة عارضت الله يرحمها لا تجوز عليها إلا الرحمة خالتي الكبيرة أخت أمي أخت أمي لكن ما عندها ما تعمل لنا وقت اللي قالت لي ما سمعتش بوك باش ياخذ زهرة قلت لها إيه سمعت قالت لي فرحانة قلت لها فرحانة شنو فرحانة ليه فرحانة نعرف خاطر نانا شنية تينتها هي لأنه باش ياخذ نانا أي كان ما خذاش نانا ممكن تتقلق وكان جات مرأة أخرى راكم تقلقتوا ما تعرفوا لا 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 وبربي قبلت مباشرة كي عرض عليها شكون عرض عليها كيفاش عرض عليها مشى لبوها ولأخوتها تبارك الله زاد هي عرش كبير في الجوف الجوف هذه منطقة فلاحية اي في زغوان في زغوان بلا زغوان 7 كيلومتر على زغوان اي ورا الجبل اخواتها تبارك الله يجي 8 ولا قداش وابوها وقتها حي وامها اش قالوا له هم يحبوا بابا برشا قالوا له يا سيد علي احنا اعطيناها لك ماك العام مش من مش من تو اي نحن صيبناها لك من قبل قال لهم لا وقت اللي اعطيتوها لي وحده من العائله متربيه مع منوبيه تو باش تولي عيلتي يلزمني نعمل الواجب ونخطبها من بوها وامها واخواتها واضح واضح وقبلت العائله والبنيه قبلت؟ قبلت قتلها قتل ما بس طبعا الكلمات تطلع وخذت عزوز وخذت بابا الله يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه راجل راجل والزغونيه الكل يعرفوها علي بالخاوي شنو هو وشباب شباب الله يرحمه قتلهم انا ما خذيتش علي بالخاوي انا خذيتك الليتين باش نربيها برافو برافو علي برافو على نانا زهرة
خليهم نعيطوا يا نانا. ما عادش يا ماما. ما عادش يا ماما. يا نانا يا نانا. وراني 4 سنين التاني حبيت نكرمها في برنامج آخر. اي. لكن ما تمش. ما تمش ديما. فيها خيرة باش نجيك لي كنت. ربي يستر. الحمد لله. باهي نسألك. نانا زهرة مزيانة كيف كنتي؟ تعرف الزين وين سي الرزاق؟ اي. بالأخص توا. يلزمهم الرجال يفكروا في هذا الزين مش زين الوجه فاني هذا الأخلاق والأصل والمنطق هو الأساس والسيرة نتاعها والنظافة والقداء والكمباس أما هذا فاني يمشي تحت التراب الإنسان تقعد كان أفعاله تذكره ما يقولوش كان و... أفعاله تذكره وقت لي تتوفى امرأة أو راجل ما يقولوش يا والله كانت حاجبها بمدينة وعينها ببلاد وطولها طولين وعرض لا شي يقولوا؟ وطولها طولين وعرضها عرضين أما يقولوا كانت طيبة كانت حنينة كانت تعرف تسير العائلة وتخمم هذا اليوم وهذا الغدوة كان عشنا وحنينة على العائلة ولمتنا فهمت كيما انا زهره بالضبط كيما انا زهره بالضبط باه شنو الصور الاخرى اللي فاطمه تتذكرها من الحاجات الباهيه اللي عملتها نانا زهره معاكم انتوما ومع اخواتك لا تحصى ولا تعد والله الصور اللي قعدت في مخك في ذاكرتك انا عام 94 تهجلت زوجي توفى رحمه الله عليه الله وعندي جوز بنات وجوز اولاد اي وقعدت عليهم حتى لي كبرتهم وعرست لهم وجابوا الصغار ما عرست كيف كملت 94 يعني 20 سنة 22 سنة قعدت هجالة 22 سنة قعدت هجالة معنى 40 سنة تهجلت بنتي الكبيرة وقتها عمرها 22 أنا 40 سنة وبنتي 22 عرست بنت 17 سنة تبين أختك مش أختي تبارك الله حتى أولادي ما شاء الله كبرت أنا وياه شنو الباهي زاد اللي نذكره نسألك سؤال خطير سؤال خطير تفضل ما يسألش وجاوبني بصراحة بصراحة كان يجي واحد كبير كيفي أنا باش يخطبك في بنتك يعني نحب نقول هو تعبير مجازي شخص بنتك عمرها 30 سنة ويجي واحد عمره 60 سنة أو نقصنا على أبوك 10 كاملين 30 سنة تقبل جاوبني بصراحه فاطمه تقبل والله ولا ما تقبلش ولا مع الجيل زي تقولي ما نقبلش الحمد لله الحمد لله انا ديما الرحم على بابا ما خلاني جاهله وثقفني وقراني وبعد ما تزوجت صغيره قعدت انا نطالع ونثقف في روحي ومن بعد نقرا مع اولادي وخذيت على روحي عهد لا نتداخل في حياه بنتي ولا حياه ولدي ما تدخلش اللي تحلف عينه ولدي ياخذها وبنتي زادة كذلك بناتي ما عرسوش صغار عرسوا كبار لا ماما قالوا لي ما نعملوش غلطك انت عرسوا كبار عرسوا الحمد كبار. لله تاولادي وبناتي بصغار ما جاوبتنيش على سؤالي لو ما ندخلش ما تدخلش لا هو يجيك تقبل ولا لا باش نحصلك طب باش انت باش يجيني لا يخطبني فوق بنتك 30 سنة تقبل باش تعطيه بنتك ولا لا لا نقول له برحكي معها هي إذا كان قبل إذا هي وافقت إذا كان هي وافقت أنا جو سوي بوغ أيوا ذكية عرفت كيفاش تخرج من السؤال ها ملا فاطمة ملا فاطمة شو هي النقشة اللي في يدك هذيك وريني هذه النقشة يدور لي حنة أمان خذها لي بالكدا ترى بمناسبة مولد النبوي الشريف وعديت المولد في بلادي زغوان والخرجة نتاع سيدي علي عزوز كل عام نعديه في زغوان في زغوان والمولد النبوي الشريف تعديه غاد نعديه في زغوان في وسط أهلي ومالية عندي برا. أهلي في تونس هوني أما لا أذيك بلاد بابا جذور غادي جذور مالا جذور يعطيني حاجة من الخرجة الزغوانية ترى أنت تقولوا برشا كلام سوى شعر ولا غناء ولا موال هاي حاجة ترى هاي فاطمة بتصفيق كبير منكم خلي تشجعوها فاطمة يلا أعطيني حاجة هكا أعطيني عطاي باهي الكلهم يعرفوها هيا نزوروا شيخنا يا فقرة باه أنا شو مش نقول فيها هذه ايه. فما بيت نحبه برشا يا من باغي حاجته يقضيها زهوان يا
سيدي روح ليها سيدي علي عزوز ساكن فيها مولا الوهرة والحرام والهمة اياس حلو برسة حلو برسة يا فاطمة يا باشا علاش هذه نحبها علاش حبها انا نتمنى نرجع لبلادي ونموت في زغوان ونتدفن في زغوان حب كبير لزغوان انا كي نخرج نمشي هالبلاصه عفس فيها بابا هالبلاصه مشات فيها امي نمشي للحمام نتفكر احنا صغار وامي تهزنا للحمام ذكرياتك الكل شو نقول سي عبد الرزاق اكثر اكثر شيء لا يوصف شيء لا يوصف والحمد لله اللي الذاكرة ما زالت لباس رغم اللي أنا مريضة بالسكر لكن من فضل الله تعالى نتذكر كل شيء من فضل الله تعالى يمكن انتع 3-4 أيام ننساه أما انتع أنا عمري 6 سنين وخمسة سنين نتفكر تتفكر كل الحمد لله الحمد لله ولله الفضل هاي سيدي قوية ضعتين خرجت من الطرح خرجتني فاطمة من الطرح هزيتني لزغوان وذكريات الطفولة واحد يتذكر أمه وبوه طيب أنا خرجت من زغوان بالتحداش نسنة والله وقت اللي نمشي لزغوان تعرف هما بعض مش الكل لا مش الكل تي انتي فاطمة خرجت بالتحداش نسنة بالله توا جاي لزغوان اش تعمل فيه اش تعمل فيه قلت لها زغوان أنا عندي منظار خاص ننظر لها بمنظار بابا وأمي وصغري والطفولة نتاعي اللي المدرسة التو اللي قريت فيها هنا الابتدائي وما كملش الابتدائي في زغوان زادة أيه. يقرأوا فيها أحفادي توا تبارك الله أما فاطمة باش نقولك على جيل توا وشباب توا ريت أنت عشت مع الذكريات بتاع زغوان مع الطفولة أيه. مع الحمام مع الزنقة العربي مع الخرجة معك الجو ذاك اللي كنت تحكي عليه أخرى. شباب توا يحب على الحرقة يدفع فلوس ويخرج شو تقول ضد ربي سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أخي توا هو توا هو فقير وما عندوش أيه. أنا أتساءل منين يلمك الصوم هذاك المبلغ المالي هذاك ويرمي روحه للهلاك أيوة تيبدأ بيه هذاك هك 3-4 ملايين اللي انت لميتهم باش تحرق بيهم أبدأ بيهم حويجة صغيرة ومشي بابا السلوم يطلعوه درجة يطلعوه الناس كل تطلع درجة قولوا نحن ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة هكا ولا معناتها يلزم الانسان يخاف وتونس معطاءه وتونس فيها الانسان ينجم يشتغل فيها وينجم يعمل حاجه اخرى على زغوان نحب يمكن تعرفها والجمهور يعرف خاطر الوقت يعطيو البرامج الوثائقيه على زغوان احنا عندنا عاده بكري توالا ما عادش نعملوا خبزة الدار باش نبعثوها للكوشه المحافظين احنا البلاد وحدها والسوق وحده انا بنت 7 سنين ما ندخلش السوق عليه غلطت ليه كيفاش 7 سنين سبع سنين صغيرة أنا صغيرة يا فاطوم يا ولدي فاخرة سبع سنين ليه شعنا في أباغ هذاك ليه 7 سنين صبية اللي سبع راني سنين صبية اللي راني لون توا فهمت علاش اللي راني لون مشى بابا علاش بوك خذاب البنية يفوقها ب40 سنة معناتها أنتم تشوفوا البنية تكبر رفيفة لا مش أنا مش أنا لا واللي راني العادات العادات واللي راني اللي راني لون في السوق مشى بابا قال واخيتي تبارك الله نقص كورة بنتك صبية في السوق وأنا عمري 7 سنين دوزي ما نبقي مائخ ريت عبد الرزاق الحمد لله الحمد لله باش نرجعك الذكرى تو ذكرى حلوة برشا نعرف اللي أمك توفيت ربي يرحم أبوك توفى ربي يرحمهم الكل الله يرحمهم والدينا ووالديكم أجمعين أجمعين الكل وأنت يا ولادك نجحتهم ووصلتهم لأماكنهم أما قالوا لي نهار اللي أبوك تزوج بال 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 بالبنية اللي تربيت عندكم بالطبيعة انت قعدت تبكي ليلة كاملة علاش بكيت برشا 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 وهذه ساعة انا امي عندها 55 سنة من اللي توفيت لهذه ساعة كي نجبد على امي نبكي كي نجبد على امي نبكي فكرت امك وكيما نتوحش امي نتوحش زغوان بكيت برشا ليلتها فكرت امك واحنا في دار عمتي ايه واحنا في دار عمتي ملمومين يعني الله يرحمهم الكل شو الشعور اللي امي بين عينيا صوره امي بين عينيا وبابا حلفوا بيمين لا يروح للدار الا ما نقول له انا علاش نبكي الا ما نقول له علاش نبكي
قعد حذايا وقعد يبوسي فيا هكا رغم انت موافقه موافقة. رغم موافقة معناتها انه بوكي تزوج موافقة أما احساس اقوى أما منك احساس اقوى مني, مني. امي في النهايه أمي. هي باش تجي تعوض امك امي ليه لا ما غزرتش لذاك ما غزرت حتى لحد شيء تفكرت امي وكهو جات امي بين عيناي جات امي بين عيناي ولليومنا هذا امي نغزر لها كاين ريتها البارح كاين بربي امك باش توفيت هي هو صار العمر صغيره معناتها هو صار العمر صغير. العمر وفاء ومرضت تميمتي بالمرض الخبيث وهذاك حد عمى يرحم آخر صورة تتذكر منها آخر كلمة قالتها الفاطمة الوالدة متاعك تتذكرش آخر صور لا أنا نتذكرها نتذكر حاجة أختي الكبيرة الله يرحمها توفيت الله يرحم أختي هاي. الكبيرة ونانا زهرة وأمي شو أمي 1936 أختي 1941 معناها أمي تزيد 5 سنين على أختي ونانا 1944 الثلاثة ينقزوا بالحبل صورة في وسط الدار تاع دارنا يا لحظة ينقزوا بالحبل هذه الصورة هي صورة قعدت في بالي اللي قعدت في بالي قعدت في بالي وصورة أخرى أليمة أليمة برشا نهارت اللي دكتور البحري قال بابا روح بجميلة خليت تموت في وسط أولادها ودخلت علينا أمي فك الصورة ما ننساهاش يا عبد الرزاق كيفاه ما ننساهاش الصورة ذيك ما ننساهاش بتاتا حتى ليل الموت ما ننساهاش صورة أمي نهار اللي روحت كيفاش ولات الكتف تاع الروبة هذا الهوني الكتف ليبول لهنا ولا في مرفقها أمي كانت طويلة وقدعة وسمحة وبيضة ما شاء الله ربي يرحمها ربي يرحمها الرا عليها قصر ماهوش أقبر إن شاء الله ولدي ووالديكم واضح يلا فاطمة بدلوا الجو شوية شنو العبر اللي زرعها فيكم بوكم الساعة شو الحاجات الباهية اللي خليكم ملمومين نحسوا عائلة تحبوا بعضكم قراب من بعضكم عشتوا حياة مليئة بالذكريات الحلوة عاد انت هاك انت نسيت حاجة ما سألت ناس هي قولي نانا جابت ولاد ولا لا نانا ما جابتش ولاد جابت زوز أولاد ما هيش نانا ما هيش نانا لا نانا 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 هاي جيبت أولاد عاد قالوا لها أهل الخير مش لازم نقول لك المخ أهل الخير أي. قالوا لها جيب بنية قلت لهم هانم 4 بنات إذا ما حنوا الكل تحن واحدة عليا صحيح 4 بنات وما جابتش جابت زوز أولاد جبت زوز أولاد أي توفى منهم واحد توفى واحد والضرب قعد خوه قعد خويا الصغير بربي معاملتك ليه تحس خوك كما الاخرين نحس ولدي حلوة خاطر هو يقول لي تاتا نحسك امي ماكش اختي تلمو احنا تربينا بالحن بابا ما فرقش بيناتها ونانا كيف حتى كيف ولدت معناها 3 عشوش على 3 نساء وعشنا هك وعمرنا نقول اختي من البو ولا اخويا من البو كل اخويا وكهو بربي سؤال تو الكل نانا هذيا اللي نحب نشوفها هنا تو مريتهاش راني والله مريت باهي دقيق نانا هذه يعني انتم قديش ربيت من واحد تو تحكي لي على هذم الكل ما شاء الله تقريبا 11 ما هو عاد لولانين الاربعه لولانين اخوتي لولانين اللي من مرت بابا لولا عرست اختي هذيك يعني عرسوا منهم لكن فما اللي توفى منهم فما اللي توفى توفى خويا عازب حمادي ولد 16 سنة أيوة. كيف نانا ولدت ولدها لولاني سميته حمادي وتوفى الله يرحمه توفى ولد 40 سنة خلى ولايت سميناها علي على بابا علي ملا ذك ملا فزيت ليل في ليل يروح ونهار في نهار ملا قصة والله العظيم غريب أما من بيه. فضل الله تربينا لحمة واحدة خويا ما كليتش كف ما ضريبه هكا على يدك ما عند نانا ما تضربي نانا كانت تلقى ما تدزش ما تقولش اخرج يا هم ما تاكلش من الطنجره ما تعملش احنا البنات مستحيل حتى بابا لا احنا عشنا بالقدر والاحترام في دارنا اخوتي الصغار وقت اللي نقلنا البن عروس عاد في تونس كيف يعملوا حاجه صاروا تجي لهم تشكي اي نانا الله في سماه نانا لا توصلها لبابا تخبي على الليل ما تتعبش نانا هذي ما شاء الله عليها يا ردي تشوفها كما يقولوها اسم الله عليها ربي فضلها ما تحقر كان زولها أما هي هذا
ما شاء الله عليه. ما شاء الله. طب قديش عمرها تقريبا طب؟ نانا نهار 7 ديسمبر تعمل 74 سنة. الحمد لله. اللي قلبه أبيض وقلبه سمح ويعامل الناس بما أمر به ربنا، ربنا سبحانه الكريم. الحمد لله. سبحانك. قول أعمل الباهي، رب يحط لك نور في وجهك. أكيد. يلا نانا وين تعيش تو؟ نانا تو في زغوان. مع شكون؟ تو عرستو كبرت. استنى نقول لك نانا شو تعمل. نانا تحل الكعك الورقة. نانا تعمل البقلاوة، تعمل المقروز العربي نتاعنا، المقروز التركي، الحلو الكل. نانا تعملو وطباخة وصنافة كما يحب خاطرك، وتعلمنا منها احنا الكل، انا واخواتي تعلمنا منها، حتى من الكنين نتعلموا مش البنات، الكنين نتعلموا من نانا. نانا التوا تخدم معناتها؟ لا نانا مسكينة التوا تخدم شوية، مش كيما العادة. اي مش كيما العادة. عملية على ركبتها مركبة بخوتيز نانا. مازالت مازالت سو كونترول حسيت. سو كونترول. ربي يشفينا ويشفيها ويشفي كل مو. ومع شكون تعيش في الدار؟ في دارها، دارنا، دارنا، دار دار بوكي. شكون معاها؟ مع مرت خويا، خويا اللي توفى. اه قعدت مرته غادي. قعدت مرته الغادي اللي هي تجي بنت خوها. بنت خوها ومن تو عندها الاولاد، اولاد جدد من المراه هذه، من مرت خوك. مرت خويا جابت ولد. والله هبلتيني يا فاطمه ما عاد فيه. مرت خويا جابت ولد خويا اللي توفى، قلت لك جابت ولد سميناها علي على بابا. فهمتك. هذوك ما عايشين في دار بابا توا في الحناية، اللي يعرف زغوان في الحناية منبع الماء اللي خارج ومشى البارد ومشى الوين. من الغادي البلاصه هذيك حي الحنايا. واضح. اما بوك ما شاء الله عليه. بابا ما شاء الله عليه في حاجتي، انه تزوج ثلاثه وانجب من كل امراه تقريبا ثلاثه اربعه، معناتها ولمكم فرد 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 دار مع بعضنا. وفرد عائله وعشتوا مع بعضكم وزرع فيكم حاجه هامه هو حبكم لبعضكم. انا عرست، انا عرست قبل ما يعرسوا اخوتي الاكبر مني، وانا عرست لهم معنانا وقفت. واحنا من فضل الله معناها احنا في عائلتنا نحلوا الحلو ونطيبوا، معناها حد غريب ما يدخلنا لدارنا، وفي الليل ننصبوا ونغنيوا وندربكوا. عندي شكون في العائله يدربك؟ تبارك الله وزان بالقدا. عندي ولد عمي وولد اختي اللي هو ماخذ بنتي وزان. وزان. واحنا تبارك الله اللي عنده صويت. يلا واضح. فاطمة أنت تعديت في عندي ما نقولك إيش حبيت الرسالة اللي توصلها. شنو الرسالة من خلال حكايتك على نانا زهرة وعلى وضعية العائلة سابقا وفي زغوان والعيشة الحلوة والطفولة الحلوة اللي عديتوها، وكنت عائلة ملمومة، معناتها تذكرونا بالعائلة التونسية الأسرة اللي نحبوها قبل. بكري زغوان كانت المدينة العربية كهو، وقت اللي المرأة باش تبعث خبزتها الكوشة تحطها قدام الباب، متعدي سي عبد الرزاق الشابي طبس يهز الخبز ويهز الكوش. عادي عادي تمشي تجيب خبزتك من الكوش، مش توا. اي قبل زغوان القديم، وقت اللي كنا الزغونيه الكل مع بعضنا. انا هذه انا ثبت عليها بنت 8 سنين و9 سنين و10 سنين لحد ما انتقلنا الى تونس. الى تونس. اي ما تقفش المراه في الباب مسطحه وجهها في الباب والماشي والجاي. لا واضح. عندي سؤال خطير ثاني قبل ما نتعدى. الله يفكنا. الله يفكنا من الخطر. زهرة كان جيت ولا لا؟ يلا فاطمة. أيه. عرست. عرست. عندك ثلاثة سنين قلت. عندي ثلاثة سنين. كيفاش كان القرار؟ أنا من الأول ماخذ قراري وأولادي كلهم موافقين. أيه. قلت لهم أنا مستحيل باش ناخذ راجل وأنتم ما زلتوا في الدار. عرست للبنات. الأولاد كل عليهم يعرفوا يعملوا كل شيء في الدار. قالوا لي ماما أنا في دارنا وما ترتيش كي تجيك. لا لا هذا مكتوب. مش هي فرص تتراتى وما تترتاش. لا عايش ولدي مكتوب. قال لي الرهينه ما تراهوش انت، عايش ولدي. عرست لهم. وقت اللي عرست لولدي هو الصغير عرس قبل الكبير. عرست لولدي الكبير يمكن اربع خمسه اشهر وجاني ولد بلادي من زغوان. من زغوان. من زغوان. اما ما نعرفوش، ما خاطر هو من بكري في تونس. ايوه من بكري في تونس. كيفاش كان اللقاء؟ كيفاش كان الزواج هذا؟ تعرف اخته، اخته الله يذكرها بالخير اخته. فقدت هي وقت اللي قتلوا لقيت لك امراه اللي تهني. قالها بنت شكون؟ لا قالها منين؟ قتلوا زغوانيه. قالها بنت شكون؟ قتلوا بتعم علي بالخاوي. قالها ما غير مراها انا موافقه عليها. ما غير مراكش انا موافقه عليها. يعرف بابا؟ يعرف بوك. قالوا من غير مراها انا موافقه عليها. وكيراك كيراك سي عبد الرزاق. ف
فما حاجات واحد يحتفظ بها إلى نفسه. الحمد لله أربي أربي فضله أربي فضله الحاج محمود، ربي فضله الحاج محمود مفتاح من زغوان، ربي فضله يرحم والديك ووالديه. نعم الرجل يفوق. نعم. قديش العمر؟ 18 ليش بيني صغيرة؟ مش برشا مش برشا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اي وين انا زهرة وافقت؟ جيبوها انت. أه؟ انا زهرة جيبوها انت وافقت. نانا ساعة أنا حلفت بخاطر من لول زواجي لول كان في تونس. ومن بعد حلفت بيمين إذا كان عاودت حياتي في زغوان ومن دار بابا لي في زغوان. كتبت صداقي في الجامعة وخرجت من دار بابا في زغوان وروحت لتونس. شو اللي خليك تعاود حياتك؟ سي عبد الرزاق راهو الراجل سند سند أولادي جبتهم وربيتهم أحسن تربية ولله الفضل كل بنات كل أولاد. لكن الولاد عنده مرته ما نحبش نشغشبو. البنية كيف كيف بوليداتها ورجلها ما نحبش ما نحبش نكون عبء على حد. كان ربي قلت والله باش نحكي لك حكاية ربما باش تتعجب منها وما نقعدش زادة لاحظة أخوتي لا حد حد حتى حد. قلت إذا كان ما عودتش حياتي دار العجز الصحة اللي ما زالت فيها نخدم الغادي ونعيش حتى ربي يكرمني عنده. هذاك كان قراري. خواتي أنا أقول الكلمة هذه وهما يشعلوا فيا كلهم قعدوا توا تبارك الله خمسة رجال ثلاثة ماتوا ثمانية هم ثلاثة توفي رحمة الله عليهم. ربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحة وتوحشنا نانا زهرة. ما نعرفش شو نشوف. أما باش نقول لك حاجة نانا زهرة معناها باش تسل حديث من عندك يزمك تجبدو يزمك تعمل جهد كبير بس الحديث. هذا شو عمرها؟ أنا قلت لك 74 سنة. 74 سنة. أما هي من طبعها تيميد هكا عاقلة وحشيمة قلت لها نانا أخي توا شكون ما يعرفش عبد الرزاق الشابي تبارك الله عليه؟ شكون ما يعرف؟ تعودنا بيك كأنك واحد من العائلة. ربي يخليك. برافو عليك ربي يخليك.